وقد انطلق الحراك سلميا بهدف الإصلاح، وبقي في مجمله وبغض النظر عن بعض التفاصيل محافظا على سلميته مطالبا بالإصلاح. وجاءت مواجهة الحراك ومطلبه الإصلاحي وأساليبه السلمية بعنف السلطة الذي تصاعد مع الأيام، وجاءت مواجهة الحراك ومطلبه الإصلاحي وأساليبه السلمية بعنف السلطة الذي تصاعد مع الأيام، وخلف خسائر شعبية بكم هائل على مستوى الأرواح والأعضاء والأموال النقدية وسائر الممتلكات، وتمثل في كثير من الانتهاكات التي مست شرف المرأة وحرمة المسجد والحسينية وحرمة الكتاب الكريم والصلاة، وكل ذلك مشمول للرصد والتوثيق المعلن من أكثر من جهة. وفي أول يوم من العام 13 الميلادي بعد 2000، وهو عامنا هذا، تجسدت المعادلة على أرض الواقع في صورتها الثابتة، إذ عمت الاعتصامات السلمية بصورة واسعة، كما عم أسلوب القمع في مواجهتها، ووثقت الصور الحية عددا من مشاهد هذا القمع. المعادلة الثابتة بوضوح: واحد، أولا، مطالبة بالإصلاح يقابلها رفض قاطع. ثانيا، أسلوب سلمي يواجه بالعنف والقمع. ثالثا، نفس طويل في المطالبة، وفي الطرف الآخر تصاعد في التنكيل. لا يملك منصف أن ينكر على مطالب بالإصلاح ملتزم بالسلمية، ولا يملك أن يلتمس عذرا لمن يضاد المطلب الإصلاحي ويواجهه بالعنف والإرهاب والتنكيل والقسوة. ولكن قل المنصفون في العالم وحتى في هذه الأمة، وإن طال المدى فالحق أولى بأن ينتصر، ومن توكل على الله فهو حسبه، والله مع المظلوم على الظالم، وكفى بالله نصيرا. مع التزام الشعب بالمطالبة بالإصلاح وتمسك المعارضة بالأسلوب السلمي وإصدار الجمعيات السياسية لوثيقة لا عنف، لم يبقى على السلطة الرافضة للإصلاح وعلى الدائرة الإقليمية والعربية وعلى العالم الصامت على محنة هذا الشعب إلا أن يخاطب شعبنا بالكلمة الصريحة بأن عليكم أن تقولوا مرحبا بالظلم، بالإذلال، بالتهميش والإقصاء والتمييز، بالعبودية والرقية، بامتهان الدين والكرامة وسلب الحقوق، أن تتنازلوا عن حريتكم وإنسانيتكم واحترامكم لذاتكم وعن حقوقكم، أن تعترفوا بأنكم عبيد وأن السلطة مالكة لأنفسكم ودمائكم وأموالكم وحاضركم ومستقبلكم. هذا الشعب يحرم على نفسه أن يسفك دما حراما، أن يتلف فلسا واحدا من ثروة هذا الوطن، أن يضر ظلما بأي إنسان، أن يضر ظلما بأي إنسان. هذا الشعب آخذ على نفسه أن يحترم الإنسان، ألا يعتدي على أحد ممن يضمه هذا الوطن من مواطن ومقيم وعابر، أن يحافظ على الأخوة الإسلامية والوطنية، أن يتجنب العنف والإرهاب، ألا ينزل إلى اللغة الهابطة وغير المؤدبة، ألا يتجاوز الحقيقة. وآخذ على نفسه كذلك أن يصبر على الأذى وأن يواصل طريق المطالبة بالحقوق وإن شق الطريق وصعبت الكلفة، وأن يموت مظلوما دون حقه.